أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. اختبار القوة. دخلت مطعم قلت أكل حاجة سريعة كده تصبيرة يعني لغاية ما أروح البيت. فأنا قاعد لقيتهم إن هم بيغيروا أسطوانات الغاز. فناديت على المضيف اللي موجود بالمطعم، قلت له لو سمحت خلي بالك من الهيدروستاتيك تيست. فتبسم لي وقال لي ثواني يا فندم وهرجع لك، وسابني ومشى بدون ما ياخد الطلب بتاعي هاكل إيه أو أعمل إيه. شوية ولقيته راجع معاه طبق وفيه قطعة لحم. قلت له ايه ده؟ قال لي بناء على طلبك يا فندم من شويه بلغتني وقلت لي هيدروستاتيك تيست، فانا جبت شريحه اللحم ستيك زي ما طلبت عشان تدوقها الاول. اصدقائي الاعزاء، الهيدروستاتيك تيست او اختبار القوه هو اختبار من خلاله بنقدر نتاكد ان الاسطوانه قادره انها تتحمل ضغط الغاز ولا لا. وبيكون صلاحيه الهيدروستاتيك تيست ده او اختبار القوه 5 سنين من اخر تاريخ محفور على الاسطوانه. تحياتي والى اللقاء.